يلتقي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بالبيت الأبيض، حيث تتصدر الأزمة مع قطر وقضايا مكافحة الإرهاب المحادثات بين الجانبين. وأشار الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح السفير الكويتي في واشنطن إلى أن زيارة أمير الكويت تعد تاريخية، كما تأتي في وقت حساس بسبب التحديات التي تواجه المنطقة. وأوضح أن المحادثات ستستند إلى نتائج مباحثاتهما على هامش قمة الرياض التي استضافتها السعودية في مايو الماضي.